خلفه يساعدها وسود الرافدين انطلاقه على جهه اليسار من جانب مهند عبد الرحيم. النقبي يتدخل يحافظ على كرته يستخلصها بمهاره يمررها بعد ذلك محاوله على جهه اليمين مرور جميل انطلاق لعكبري عرضيه خطيره وكره يوسف السعيد خطفها يوسف السعيد وضعها في الشباك لكي تفوز الإمارات يوم للأبيض. الأبيض يظهر بشكل رائع في الدقائق الماضية. الأبيض الإمارات يبدو قريبا من نصف النهائي. الكرة طويلة إلى الأمام محاولة خاطئة وكرة عاد الثعلب عاد لأسود الرافدين. شوفه يا إلهي على هذه هدية يا رجل يا رجل يا رجل. شوفه مرة أخرى ماذا فعلت يا محمد السرور. علي فائز يلعب كرة طويلة للأمام يبعدها الدفاع بعد ذلك لا زالت عراقية. عودة من جانب يوسف السعيد خطيرة للعراق وكرة رحيم لم يكن بشباك الإمارات رحيم هدف في توقيت صعب في المباراة الهدف العراقي. شوفه مرة أخرى الكرة من جانب عطوان وبعد ذلك لم يكن هنالك تسلل غفلة من المدافعين. وينهم دفاع الإمارات وينهم دفاع الإمارات في لقطة كانت سهلة جدا للمهاجم مهند عبد الرحيم الذي يسجل هدفا في المرمى الإماراتي. نهاية أحداث هذه المباراة الكرة للأمام لكنها بدون تركيز بعيدة عن المنتخب العراقي. مرتدة سريعة ممتازة من جانب حصري حصل على الكرة وهذا مهند عدى مهند مر مهند خطيرة للعراق حصري مر خلصوها العراقيين أكدوها إلى نصف النهاية أسود الرافدين هدف الحسم لأيمن حسين. الكل كان ينتظر لحظة أخيرة وجاءت اللقطة الحاسمة.